أعطني خبزا ومسرحا، أعطيك شعبا مثقفا. المسرح أو أبو الفنون كما يسمى عادت إليه الحياة مجددا في سبها عبر العرض المسرحي المتسولون الذي ازدان به ركح العرض عبر تجديد فرقة المسرح الوطني بسبها لشخوصه وأحداثه. حقيقة العمل المتسولون اللي قدمناه هو عمل إنساني، هذا عمل يعني أنا كتبته في 2010، يحكي عن ظاهرة عامة إنسانية في كل مكان. يعني هذه الظاهرة هي ظاهرة التسول اللي انتقل من ظاهرة إلى مرض، يعني هو أصبح مرض، يعني لأنه دخلت فيه اليد الآثمة، اليد السوداء، نقلت حالة التسول لأنها حالة إنسانية، إنسان يعني غير قادر على الحياة بالمفردة إلا بمساعدة الآخرين، إلى أنها أصبحت هي ظاهرة استرزاق. الحقيقة عند الكثير من ضعاف النفوس اللي استغلوا ضعف الناس ويعني فقر البعض. يعني عمل رأي النور بأقل الإمكانات وبدعم محدود من بلدية سبها بهدف هو إعادة الحياة للفن المسرحي في المدينة. كان في مسرحية باسم المتسول، وكانت مسرحية مع قدام الممثلين في المسرح، وغاب المسرح عديد من السنوات عن هذه الأعمال، واليوم انتعش المسرح بهذا العمل. والله العظيم قصدي الشعور يثير البهجة، وفرحنا بوجود مثل هذه الأعمال ومع بجميع المواصفات، يعني من ناحية الأضواء، من ناحية الديكور، من عاد المسرح الحق لهذه الأعمال من جديد. خطوة في طريق إعادة الحياة إلى مجاريها، ومحاولة لتسليط الضوء على بعض الظواهر السلبية بشكل فني وإبداعي ينشر الوعي والثقافة في قالب ترفيهي ممتع.